قد خاب عبد لا يصلي على النبي نبي عربي ما لي شفيع سوى نبي الهدى لولاه ما نعرف الهدى قطع العدا طه بحد قناة رفع السماء بلا عمل إلهي تعالى مقتدر في علا على ما جرى يا ويح قلبي لما جرى صابر على حكم الكريم مولاي أستغفر الله العظيم من الخطأ إلهي تعالى واحد لا سوى فلما فرغ الزنات من الأشعار وسمعت عموم بالأكابر نظاما قال اللي يبيع العمر مشعار إنما على الشيء يحفظ مقامه أنا الزناتي أنا جبل المحامير زعيم الغروب والرجال يعرفوني وعمري عن الحدود أنا محامير وليه المرجلة قدموني ولازم انزل الحرب بكرة تقول البلاوي حزين ولا خلي ولا بنت بكرة الا ما تشلي حزين يا عيني نسر وغروب وهصبح الحمل مايل وبكرة لها يدور حربي بني هلال شعطتنا ياهم يا يرحلوا من غربي يا بالسيف قطع رجاهم وضربت طبول الميدان وركبت ولاد الأمارة مجال الفتى يظهر يبك حلت شعورها العزارة وركبت عرايب بني حمير متقلة بالقضايب وطير النيا فوق حمير قادت نيران اللهايب الولد جبت الغدادير طلعت ولاد الأمارة خرجوا في خلف الأمير فتحين باب الخسارة قدامهم طوح السيف وقال البلاد دي بلادي بقصاحن الصدر ويسر دموع تنزل بلادي خليفة هز المبدر اتخبى لا
دخل النجوع الامير قال نوم الليالي معديني زعل الزعيم الكبير اين المقاتل يا الملك ابو علي والكل حبيبين جيوش العدا بنات الاراضي هيا اسحبوا برعه المقتلين شوف تاجي على من يداري سحبوا القرعه كل حاضرين انا بنيت وجسمي دوابة قال جرعة الحرب جت على مين قالوا جات على ابو دوابة عمر الفتى ابن درهم راجل معلم عراقي ويهجم على الحرب بدرهم زعيم وادي العراقي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني زعيم وادي العراقي كان البطل اسمر اللون راجل ظريف المعاني الاسمر ابو عجل موزون يا قد عيد القرعه تاني القرعه دي يا ما نفزاش انا سكران من غير كيفي يا قاضي القرعه دي يا ما لازماش ازاي ينزل الحرب ضيفي عامر حضانة راجل ضيف اشيله في نن عيوني راجل وله اصل نظيف هيا يا عرب اسمعوني وقف عامر على القدم وقال له يا ابن الشريفة كلامك يا ابو ريا دازل يا ابو العروض النظيفة انا معاك على الخير والشر وزميل في كل حاجة يا ابو صابر يا صاحب الشر لا نقص ولا زيادة هتحذفني من الحروبات كلمة يا عرب اسمعوها وقت ما حسبت الفتوة تكله قرعة تكتبوها ان منعتني بالحروبات هرجع عالعراق تاني اخر كلمة في الكلمة يسمر يا ظريف المعاني قال الملك ابن سرحان راجل عنده من الفهم ياما على حس الابل سرحان قال اعتلوا جرعته يا سلاما ايدون العرب وتمر ما خدها وصلى ركعتان هو الخلق جمله تنمر راجل ظريف المعاني صلى الفتى ركعتان وصار جعل الركوبة على ايده قام هز سيفا فارس مدلة عجوبة وطلع توكل على الله ووراه ولود الزغابة وكل الاغراض تبعه على الخصم قلبه زغابة دفع الفرس للميدان ورفع له رؤيا نظيفة ما قال الفتى دلوقتي مع جزء من موال